السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايلكم فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض، لو لسه ما اشتركتوش في القناة يلا اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وانزلوا بقى يلا حطوا لايك للفيديو دلوقتي. فيديو النهاردة كده بقى أكلة بعضنا كده كده سريعة أول أو الأغلب بيحبها. نزلت أنا بقى عشان أشتري الرنجة. عايزة أقول لكم، بص أنا جبت رنجتين اتنين بس، يعني عملوا كانوا عاملين حوالي كيلو إلا ربع كده، على قد انا والبنات بس، يعني اللي هما ايه، وجبة كده، وجبة واحدة يعني. انا نازلة اجيب الرنجة، نزلت جبت حاجات قد كده جنب الرنجة. اسفة. جبت بقى طماطم، جبت فلفل رومي، جبت بطاطس، جبت فلفل الوان، جبت ليمون وخس وبصل اخضر كده عشان اقطعه جنب الرنجة. اول حاجة بقى ايه، فضيت الحاجة اللي عايزة تفضى كده مكانها. وبعد كده بقى بدأت ان انا اخلي الرنجة. انا بقطعها كده، بقطع الاول راسها واروح ايه فتحها كده، بفتحة الظهرها، الظهر بتاعها كده من عند سلسلة ظهرها، واروح شايلة ايه الجلد، خليها كده خالص خالص، بيبقى ايه فاضل اللحمة بس بتاع الرنجة، عشان اللي يجي ياكل ما يبقاش ايه فيها جلد موجود. يعني بحب اشيل كده الجلد كله. وبعد كده اروح فتحها اتنين، نطلع بقى منها ايه السلسلة بتاعت الشوك دي كلها، عشان ما يبقاش فيها شوك. يعني ممكن نلاقي شوك رفنع كده خالص، وممكن ما يكونش فيه خالص. يعني بحاول، يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا اشيل كده سلسلة الشوك كلها والشوك اللي فيها كلها، يعني بخليها كده خالص عشان تبقى سهلة في الاكل، ولما البنات كمان ياكلوها ما تبقاش ايه، يعني ما يبقوش ماسكينها كده بيطلعوا الشوك منها وكده، تبقى سهلة بالنسبة لهم طبعا، هم وكل الاطفال. يعني تبقى الحركة دي حلوة للاطفال، للضيوف، يعني لك برضو لو عندك ضيوف هتلاقيهم بياكلوا كده الحاجة ايه بسهولة، مش مثلا عمالين بقى يطلعوا منها الشوك والجلد والكلام ده، لا هي كده مخلية بتتكل على طول على الاكل على طول، وطريقتها سهلة جدا. يعني انا بحس ان هي كده سهلة قوي قوي. بس خلصت كده اول رنجايه. انا جايبه رنجتين كبار، بس للاسف اول رنجايه دي ما لقيتش فيها بطروخ، يعني لقيت فيها الامعاء اللي جوه دي لقيتها كتير كده وما لقيتش فيها بطروخ، انما التانية لقيت فيها بقى ايه البطروخ اللي هو الناعم ده. احنا بنحب البطروخ ده يعني اكتر من اللي هو المرمل ده التاني. فقلت بقى الحمد لله لما لقيتها، قلت الحمد لله ان انا عرفت اطلع ده، يعني ان انا لقيته. بس فلقيت بقى في التانية دي كده البطروخ. الاتنين بقى ايه رنجايتين كبار كده، يعني انا ما بحبش اجيب اللي هي رفيعة، الكبيرة دي بتبقى مليانة كده لحم وعايزة اقول لكم بقى كانت دلعة، يعني دلعة اصلا كانت حلوة قوي. الدلعية بتاعتها دي مع الزيت والخل والليمون وكده كانت مدية طعم حلو قوي. بس هنا خلصتهم كده الاتنين. وبعد كده بقى ايه بدأت ان انا اقسمهم، قلت هعمل نصها سلطة، سلطة رنجة كده زي ما بنعملها كده بالبصل والفلفل والطماطم. فبدأت بقى ايه ان انا اقطعها كده ايه قطع صغيرة خالص، يدوبك على قد اللقمة، يعني على قد ايه اللي يغمس، عشان تطلع كده معانا على طول، يعني متبقاش قطع كبيرة. وقفت بقى اخدت ايه رنجاية كاملة، قلت هعمل رنجاية واقطع ايه رنجاية قطع اكبر شوية، لان مليكة عندي ما بتاكلش اللي هي سلطة الرنجة. وقلت برضو ايه اللي يعني برضو اللي عايز ياكل من غير السلطة تبقى ايه لوحدها، يعني انما انا وميران كلنا سلطة الرنجة وكنا بناكل كده حاجات خفيفة قوي من التانية، ومليكة اللي كانت بتاكل من الرنجة اللي هي الصحيحة. وبعد كده ما قطعتها قلت لا انا عايزة ايه اخد، يعني خدت كمان حتتين تاني. بص بقيت اقطعها بقى صغير كده، يعني حتى الطفل كده ما يمسكها يعرف ياكلها. بص خدت الحته الاخيره دي، قلت ايه دي بتبقى ايه اللحم بتاعها مش تخين قوي، فروحت واخدها ايه مع اللي هقطعها سلطه. رصيت كده بقى خلاص كل القطع الكبيره، وزي ما قلت لكم بصوا خدت الحتت ايه، خدت الحته اللي هي الاخيره دي اللي عند الديل، وبعد كده رحت واخده راجع، يعني راجع واخده حته تاني. قلت لا يعني انا ومرام اكيد اكتر من مليكه، فايه إيه تبقى السلطه دي اكتر يعني. بس بعد كده بقى جبت طبق حطيت فيه خل، كانوا اخر شويه خل في الازازه. وبعد كده بقى بعت مرام جابت الخل والطحينه، وعايزه اقول لكم ان انا عملت السلطه كانت مرام بتجيبهم، بس الراجل كان قافل لما انا نزلت اجيب الحاجه عشان كان بيصلي الجمعه،
فبعت مرام بقى بعدها، يعني عايزه اقول لكم بقى عملت السلطه ونسيت الطحينه خالص. اول بقى ما مرام جت رحت راجعه مفضيها تاني وحاطه الطحينه عليها. هنا بقى بص حطيت الخل والليمون والزيت على القطع اللي هي الكبيره دي، وبعد كده بقى ايه وقفت بدات اعمل اقطع بقى ايه الخضار بتاع سلطه الرنجه. قطعت اول حاجه كده جبت بصلايه متوسطه ورحت بقى ايه بدات اقطعها كده صغير إيه عشان ما يبقاش ايه كبير كده، يعني اللي يجي ياكل ما تبقاش الحبايه كده ايه كبيره، تبقى صغيره يعني وحلوه. وبعد كده برضو رحت جايبه فلفلايه كده رومي حلوه ورحت بدات اقطعها برضو ايه مكعبات صغننه، وكنت جايبه بقى ايه الفلفل الاصفر والفلفل الاحمر. انا عامه ما كنتش جايباهم للرنجه، يعني انا جايباهم لان مرام عندي بتحب تاكلهم كده. ف بس انا ايه ما جيت اعمل بقى الرنجه رحت قلت بقى فدام عندي احط كده عشان يبقى مليان الوان كده، يبقى الطبق فيه احمر واصفر واخضر ولون البصل بقى المختلف ده مع الرنجه يدي بقى ايه شكل كده حلو. قطعت برضو الفلفل كده الاصفر والاخضر والبصل، وكان فاضل خلاص الفلفل الاحمر والطماطم. عايزه اقول لكم قعدت انا ومرام كلنا والله العظيم كلنا اكل فيها الرنج اصلا بتاكل ومحدش بيشبع من اكلها، تحس ان انتوا تفضلوا عمالين تاكلوا محدش بيشبع من اكلها، وخصوصا لما بتكون دلع كده وحلوه. انا لما بجيبها حادقه ما بعرفش اكل بيها، يعني ما بعرفش اكلها، وممكن تلاقوني ما كملتش اكل فيها وما حبيتهاش. الا بقى لو مثلا ايه عملناها سلطه زي كده وحطينا طحينه كتير وكده، يمكن ايه الحاجات دي بتخليها ايه شويه تتاكل. لما بقى بتكون دلعه وكمان نعملها بالطريقه دي بتبقى طعمها يجنن. حطيت بقى ايه بقيه الصوص اللي انا كنت عاملاه اللي هو الزيت والخل والليمون، رحت حاطه بقيته كده عليها وقلبتها بقى تقليبه حلوه كده، ورحت ايه ورحت حطها في الطبق زي ما انتوا شايفين بقى. بص الطبق شكله يجنن يجنن. والطبق برضو التاني اللي انا مجهزاه ده زي ما قلت لكم بقى، بعد كده جت مرام رحت حاطه بقى مفضيه الطبق تاني ورحت حاطه عليه الطحينه. هنا بقى جبت البصل الاخضر وقفت بقى ايه انضفه، هي كانت الحزمه كده على بعضها فيها الثلاث بصلات دول، ما حبيتش اجيب اكتر لاني زي ما قلت لكم اصلا انا ومرام بس كمان اللي هناكل بصل، مليكه ما بتاكلش بصل خالص. فجبت يعني دي فيها ثلاثه كده وما كلناهمش كمان كلهم يعني. ظبطته بقى نضفت كده الرز بتاعته وقطعته زي ما انتوا شايفين، وبرده الديل ده شلته كده لغايه ما ايه يعني شلت كل اللي تحت ده، سبت بس حته كده خضره بنحب برده ناكلها. بس زي ما انتوا شايفين بقى زي الفل. غسلته بقى هنا ورحت جايبه طبق التقديم ورحت مقطعه بقى كده ايه اتنين. كان شكله بقى بص يجنن والله. اكله يعني ارخم حاجه في الاكل ان ما كانش فيها لمه، يعني عارفين انا والبنات بس، محمد بقى ما بياكلهاش، محمد صحي رحنا كنا جايين احنا جايبين رنجه، كان هو بقى في طبيخ في الثلاجه، قلت هو هياكل بقى منه وبيحب الطبيخ جدا، واحنا بقى ناكل الاكل الامر ده. وبكده خلص الفيديو بتاعي، اشوفكم على خير مع فيديو جديد.